بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر له على فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحييكم، أنا محمد الحربي، مقدم هذا اللقاء وأحد المتدربين بمجلس اللغة العربية للشباب، والذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية. مرحبا بمشاهدينا ومستمعينا الكرام في لقائنا السبتي العلمي، والذي يشرف بأنظاركم ويتهادى إلى أسماعكم عبر هذه المنصة المباركة المنبثقة من رحاب مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة. فأسعد الله مساءكم بكل خير وهناء. نرحب وإياكم في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل بمحاضرنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الخضير، المتخصص في دكتوراه الفلسفة في الأدب والنقد، وعضو النادي الأدبي الثقافي بالأحساء. فأهلا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور محمد، الله يسلمك. حياكم الله، ونشكر لكم تلبية هذه الدعوة، ونستمتع اليوم معكم أيها الحضور بهذا اللقاء العلمي، والذي كان عنوانه اللغة مأثرة بشرية، بوصفها وسيلة للاتصال، أداة للتفكير. ومرة أخرى حياكم الله يا سعادة الدكتور، وأهلا بكم، والوقت لسعادتكم. شكرا لكم أستاذ محمد، دكتور محمد. الحقيقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، معهد سيبويه للغة العربية، على دعوتهم واستضافتهم لي في برامجهم الإثرائية اللغوية الثقافية. فالشكر والامتنان لجميع الأصدقاء في هذا المجمع المبارك. وبداية يعني لدي ثلاثة مداخل للمحاضرة، وهي الأول أو المدخل الأول للأمانة العلمية، أن عنوان المحاضرة اقتبسته من كتاب اللسانيات والفلسفة، دراسة في الثوابت الفلسفية للغة لإيتين جيلسون، ترجمة الدكتور قاسم المقداد، الفصل الثالث صفحة 83. المدخل الثاني وهو أن يعني أنني بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة الكلام فيها كثير، والكل يعني لديه هذا التصور عن البسملة وصفات الله، وأنها لا يبدأ الكلام إلا بسم الله. لكن استوقفتني عبارة في هذا المضمون للروائية البوليسية الإنجليزية المعروفة أجاثا كريستي في روايتها جريمة في العراق، إذ تقول بسم الله الرحمن، هذه العبارة التي يستخدمها العرب عند بداية كل رحلة، وسنقوم برحلة الآن. هذا يحيل إلى 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 هذه اللغة، إلى تميز لغتنا في الدلالة، وقد نظرت يعني إليها بصفتها كلمة إنسانية تشعر بالاطمئنان، تشعر موصلة لمعنى الاطمئنان، أنها كذلك ننظر إليها أنها مثير لغوي مؤثر في السامع. لم تذكرها في روايتها إلا أنها استعملت لأداء الأعمال، إنجاز العمل، وليس لوصف الشيء أو ترجمة فكرة معينة، كمن يقول صباح الخير، السلام عليكم، من أي بلد أنت. ترابط هنا اللغوي في هذا الملفوظ، ترابط طبعا لا شك أنه ملفوظ مقدس لدينا، ففيه الجانب الاجتماعي، الجانب التعاطفي، الجانب الروحاني، كما هو عند أجاثا كريستي. وكذلك لاحظت بأن يعني هي خطوة في تكوين، أو أن جاثا كريستي أرادت أن تقول بأنها خطوة، أو نحللها بأنها خطوة في تكوين علاقة ود ومعرفة، ولا يعني ذلك فقط نقل الأفكار أو التعبير عنها.
نؤكد على أنه ليس هناك طبعا خطاب بريء، بل لابد من القصدية المتضمنة في هذا القول، في هذا الخطاب، في هذه الرسالة. المدخل الثالث، اسمحوا لي أن أقدم باقتين من الورود. الأولى لكم أيها الحضور الكريم ولأرواحكم الجميلة، قولي في إحدى قصائدي: أن تلفت رق الشعر والوجد، ما للمشاعر من إطلاقها بد، كأنني البحر يشقى في صبابته، سيعلم الجزر ما يشقى به المد، كأنني الغيم في تكوينه ألق، لن يعشق الغيم إلا من به رعد، كأنني لحن موال تعهدني بالذكريات وغنت للمدى هند. أما الثانية، الباقة الثانية، فهي إلى لغتنا العربية الجميلة. في نص تفعيلي أقول فيه: اللغة بوجهها الملائكي لم تكن واهنة تنتظر الخوف على سلمها، في الصرف ظلت بنية خادمة الصوت، ولا يكفي إذا قلت بأن الحرف مشتق من الحرف، وأن اللفظ موزون على معنى، وأن الوزن صاغته تراكيب من النحو، وأن الفصل والوصل خطاب في مدار اللغز، في الإنشاء والإخبار والتقديم والتأخير والإيجاز والإطناب والحذف، وأن الشعر والأمثال مربوطان بالإيقاع في النص، وأن المعجم الآتي من الرحمن إعجاز تجلى بعلاقات من الإحكام والنظم، أنا النحوي من نسل قضى عمرا يقول النحو من نسلي. أما المحاضرة فكانت لدي تساؤلات بصفتي دارسا لعلوم اللغة العربية، محبا في تطويرها، متخصصا في مناهجها النقدية الحديثة، مستعدا لتقبل أي جديد يخدم لغتنا وتراثنا العربي والإنساني. أما الشعور فهو أنني كلما سمعت اسم هذا العلم الكبير سيبويه أو تصفحت كتابه الكتاب، فإنه مباشرة تتجه جوارحي إلى هذه اللغة العظيمة المقدسة. ولست أنا ممن بدأ هذا الشعور، بل أستاذنا الكبير وشيخنا الجليل أبو عثمان الجاحظ يقول: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك، ففكرت في شيء أهديه له، فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه، فقال: والله ما أهديت إلي شيئا أشرف من كتاب سيبويه. أما التساؤلات: هل اللغة بشكل عام لغة بشرية؟ هل هي خاصة بالإنسان، البشر، الجماعة؟ هل هي أصوات فقط، يعني ممكن يشترك معنا فيها النمل والنحل والطير وبقية الحيوانات مع الإنسان في هذه الصفة؟ أم أنها لغة جماعية يحكمها العقل، يحكمها التفكير، فتأخذ خاصية البشرية والإنسانية؟ بداية نقف عند عالمنا ابن جني، العالم اللغوي النحوي الذي أجاب عن هذا التساؤل منذ أكثر من 1100 سنة، حين قال: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا ابن جني. نأتي إلى اللسانيين الآن، العالم اللغوي السويسري دي سوسير، والفيلسوف الأمريكي شومسكي، واللغوي الأمريكي بنيامين لي وورف، يقولون إن اللغات التي يتحدث بها الآن هي مجموعة من الألفاظ والقواعد تقوم بوظيفة. إذن هي ألفاظ وقواعد ووظيفة تخاطب وتفاهم بين جماعة من الناس ذات مناخ نفسي وعقلي واجتماعي، وهي طبيعة فطرية بشرية. اللغة طبيعة فطرية بشرية، لأن البشر هم الذين يمتلكون القدرة على معرفة اللغة منذ الولادة. فالإنسان يولد ولديه قدرة لغوية محددة تساعده على اكتساب أي لغة يعيش مجتمعها. اللغة ذات طبيعة صوتية، هذا متفق عليه. حد اللغة أصوات، الصوت ناتج أو الصوت، الأصوات كلمات وحروف. أن اللغة اختراع إنساني بشري، كل هذا يرجعنا إلى أن اللغة مأثرة بشرية. إذن هي اختراع إنساني بشري جماعي، لا يمكن تعليمها لغير البشر لأنهم قادرون على الخلق والابتكار. ثم نقول: يعبر بها كل قوم، أي أنها ذات طبيعة اجتماعية، لكن طبيعة اجتماعية
تواصلية قصدية تعبيرية عن الأفكار، هذا ما جاء كذلك عند اللسانيين. ويقول ابن جني يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، إذن يشترك هذه النقطة الأساسية، لكن يشترك فيها كما جاء في نظرية العالم اللغوي الروسي رومان جاكبسون المرسل، ذكر في يعني ثلاثة أمور: المرسل والمرسل إليه والرسالة وهي المحتوى. هذه النظرية التواصلية لرومان جاكبسون التي يعتبرها أصحاب الرسالة هذه بأنها أساسا هذه النظرية يعني عبارة عن سلسلة، أن الرسالة عبارة عن سلسلة علامات. سأتخذ في المحاضرة اليوم منهج، وهو منهج الحقيقة أنا أتشرف به وتتلمذت فيه على يدي أستاذي سعادة الأستاذ الدكتور عامر الحلواني، وهو أنني أتخذ منهج الإجراء التطبيقي. يعني للأمانة الكثير منا ممن هم متخصصون في مجال اللغويات واللسانيات، الكثير الجانب التنظيري بشكل كبير جدا، يعني لا من النادر أن تجد كتابا متخصصا في اللسانيات أو في اللغويات في هذا القرن أنه يطبق. الأكثرية الأكثر كلها عبارة عن نظريات، وأحيانا يكون هناك في مصطلحات صعبة، مصطلحات معقدة، فيظل الباحث في إطار أنه جانب نظري تنظيري. وأنا يعني كما ذكرت لكم تشرفت بالجانب الإجرائي التطبيقي، وأنا طالب عند في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه عند أستاذي الدكتور عامر الحلواني، الذي يقول في إحدى يعني عباراته وكذا، يقول: لا معنى للمناهج النقدية الحديثة ولا جدوى من دراستها خارج دائرة التطبيق والإجراء، باعتبار أنها كلها مرتبطة باللغة. وكان يلح علينا بأن نسلك هذا المسلك وهذا المنهج. كان يقول: لا قيمة للتنظير خارج دائرة التطبيق. فالتطبيق كما يقول الدكتور محمد الهادي الطرابلسي من أبرز عوامل التفكير وتنشيط سبل التنظير، فالنظريات تتطور بالتطبيق وتكف عن التطور في غياب التطبيق. هناك جانب إجرائي تطبيقي على موقف أسري إن صح النسب، على موقف أسري إنساني لغوي اجتماعي. يعني سأذكر لكم هذا التطبيق اللغوي من خلال أسرة مكونة، هذه الأسرة من زوج وزوجته وبنات. في كتاب مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري الميداني المتوفى سنة 518 هجرية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد صفحة 64 ورد مثل رقم 318: إنما نعطي الذي أعطينا. هي رواية لابن الأعرابي عن أبي شبيل قال: كان عندنا رجل مئناث فولدت له امرأته جارية فصبر، ثم ولدت له جارية فصبر، طبعا أنقل لكم النص كما هو، ثم ولدت له جارية فهجرها وتحول إلى بيت قريب منها، فلما رأت ذلك أنشأت تقول: ما لي أبي الدلفاء، طبعا في اللي هو عبارة الزلفاء، لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، يغضب إن لم نلد البنين، وإنما نعطي الذي أعطينا. هنا خطاب، هنا نص، هنا لغة. فلما سمع الرجل، إذا نأتي إلى كلمة السماع، لما سمع كلمة سمع سأتحدث عنها في لقاء أو في يعني ما سيأتي من في المحاضرة. لما سمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع إليها، طابت نفسه ورجع إليها. الأثر، نتكلم الآن عن الأثر، الأثر اللغوي في هذا، في هذه القصة. إذن هذا يضرب في الاعتذار عما لا يملك. السؤال هنا: على ما اعتمد المرسل؟ لو أتينا على نظرية جاكبسون، على ما اعتمد المرسل اللي هي الزوجة في تعبيرها باعتبارها أنها نقطة البث في إيصال الفكرة، في إيصال الموضوع، في إيصال المعاناة، في إيصال المشاعر؟ نربطها بجانب على أن اللغة مأثرة بشرية، هذا اتفقنا عليه، ونربطها بالتواصل وأنها أداة اتصال. إذن على اللغة باعتبار أن اللغة وسيلة تواصلية يمكن الاعتماد عليها في اتصال الناس بعضهم ببعض. هذه الزوجة تواصلت مع زوجها، ما الغاية؟ الغاية هناك تأثير، الغاية تأثير في الزوج، أحالت وقد أحالت إلى مرجعية ثقافية في البيتين، أحالت إلى مرجعية ثقافية أيديولوجية قيمية.
أرادت أن توصلها إلى زوجها قيمة القدر، هذا قدر، قيمة يعني حكمة الله، مثلا مكانة البنت في الأسرة، هذا طبعا في الجانب التأويلي. أما لحظة التأثير فهي في الوظيفة الانتباهية، أن المرسل إليه وهو الزوج فهم ما يقوله المرسل، وعلى رأي ليونارد بلومفيلد وجود سلسلة من المثيرات في هذين البيتين، في مثيرات جعلت الـ هذا الزوج طبعا يستجيب، فوجود سلسلة من المثيرات والاستجابات، عدم ولادة البنين. فالانتباهية هي الحرص على إبقاء التواصل ما زال موجود، اللي هو المقصود بالكلام اللغوي، ما زال قائم بين المرسل والمرسل إليه، الرسالة فحواها معروف. في العالم النفساني اللي هو الألماني كارل بوهلر يقول إن الكلام دليل على الحالة العقلية للمتكلم ورمز للرسالة وتنبيه للسامع. إذا نأتي إلى قضية اللي هي الانتباهية أو الوظيفة الانتباهية بأنها تنبيه للسامع، وهذا كله يدخل في قضية التواصل بين المرسل والمرسل إليه. لو أتينا نحن جميعا الآن وتخيلنا الموقف، موقف المرسل إليه الزوج بعد سماع هذه اللغة التواصلية الإنسانية، أقصد بذلك نحن سنتخيل لغة جسده، قد يضع يديه بهذا الشكل، قد هو يضع يديه فوق رأسه، قد يقف بشكل معين، نحن الآن عنده إيماءة معينة، مثلا حركة الرأس واليدين، وهذه سنأتي بها في الحديث عن العرفانية اللي هي الاستعارة التصورية فيما سيأتي بعد قليل. فكل هذه في لحظة الاعتذار والرجوع. فاللغة جسم قبل أن يكون، آسف، اللغة جسم قبل أن تكون ممارسة، هي جسم من الأصوات، والصوت في حد ذاته هو عمل عضلي يكون متجسما في أثر فيزيائي، واللغة بهذا صوت، كما ذكر ذلك الأزهر الزنات في كتابه اللغة والجسد. هذا يرجعنا إلى قول ابن جني أول ما بدأنا، أن اللغة ما هي إلا أصوات تتجلى من خلال الكلام. فاللغة هنا في هذين البيتين حدث تواصلي يدرك سماعا فيحدث أثرا في الذهن، اللي هي الذهنية العقلية، ذهنية فسيولوجية، ذهنية عصبية، عرفانية، رمزية، ويظهر الوظيفة الأساسية للكلام الإنساني على رأي العالم المجري ستيفن أولمان الذي قضى معظم حياته في إنجلترا، الذي يقول بأن الكلام معبر وموصل ومؤثر. هذا جانب ممكن أننا يعني انتهينا من، نأتي إلى الكلام أو اللغة بصفته، أو الكلام بصفته فعلا تواصليا إنجازيا، اللي هو فعل الكلام كما هو عند جون أوستن وكما هو عند سيرن. واللغة بوصفها وسيلة لكشف المضمر، تواصل حاصل، نعم التواصل حاصل من هذه اللغة، وهو يعني أن اللغة لا تستعمل فقط لتمثيل العالم، ولكن تستعمل بالمقابل في إنجاز أفعال. يعني هناك لفظ صباح الخير، هناك شيء يقصد به، السلام عليكم، هناك في إنجاز، نعم هو لفظ ولكنه فعل إنجازي، أي أن الإنسان المتكلم وهو يستعمل اللغة لا ينتج كلمات دالة على معنى، بل يقوم بفعل ويمارس تأثير، يقوم بفعل ويمارس تأثير. وهذا انطلاقا من منادات رواد المدرسة الفلسفية التحليلية عند جون أوستن وجون سيرن بضرورة اعتماد هذا المفهوم. إذن هو فعل يؤثر، الكلام فعل يؤثر في المخاطب بغرض إنجاز شيء ما، بمعنى توجيه سلوك، تصحيح فكرة، بيان رأي، دعوة لأمر. إذن هي مبنية على القصدية، مثل ما قلت أنا من قبل أو في البداية أنه ليس هناك خطاب بريء، إنما يدخل في إطار البرغمات أو في إطار المنفعة، فمبنية على قصد المتكلم ونيته، وهذا الذي نحن نقول عنه بأنه المضمر الذي أخفاه المتكلم. وهذا المضمر عرفته أوربيوني، القول المضمر هو كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث. المدير
لنكن يعني في خلال التطبيق، المدير بحكم سلطته وقدرة ويعني وقدره الكبير في اتخاذ القرار مثلا يقول للموظف أنت مطرود، أتمنى أننا لا نخرج من إطار أنها أداة اتصال، يقول للموظف أنت مطرود. اللفظة أنت مطرود، استعمل لفظ مطرود لإنجاز فعل هو يريد منه فعل اللي هو إنهاء وظيفة المخاطب، إنهاء وظيفته. أنت مطرود معناها إنهاء الوظيفة. ممكن أن يكون الفعل رقيقا، أنت رائع، إذن هنا إنجاز فعل أقصد به الإطراء. أنت مجنون، هنا إنجاز فعل جانب من الدهشة. اللغة لها أهميتها من حيث هي فعل وممارسة في عملية الاتصال. ونظرية شومسكي اللسانية تركز على عمليتي التفكير والكلام، تمثل تركز على هذا الجانب. يذهب الفيلسوف البريطاني غرايس، هربرت بول غرايس، إلى أن للكلام دلالات غير ملفوظة. إذن هناك شيء غير ملفوظ، غير ملفوظ يدركه، أو دلالات غير ملفوظة يدركها المتحدث والسامع دون علامة معلنة أو واضحة. هذا كما ذكرنا فيها جانب تأويلي، مثل قولنا ألا تزورني، فالظاهر سؤال، ألا تزورني، هذا هنا الظاهر أنه سؤال، ولكن المضمر هي دعوة للزيارة، هي دعوة للزيارة. طبعا حينما نذكر كما ذكرت لكم مسألة التأويل وما التأويل، نعني به توضيح مرامي العمل في الجانب هذا. هناك تطبيق إجرائي على خطاب تواصلي ثقافي معرفي قائم على المضمر. لنأخذ الآن هذا التطبيق. لي وقفت على كتاب وهو اللباب في النحو لعبد الوهاب الصابوني. في المقدمة يقول: وكان جل همي فيما كتبت أن أسهل سبيله وأيسر فهمه واستيعابه، فأكثرت من ضرب الأمثال وعززتها بالشرح والتعليل، وعرضت لاختلاف العلماء في بعض المسائل، ثم بسطت رأيي فيما بدا لي منها، وعمدت إلى دعم كل أولئك بآي القرآن وبأوثق الشعر لأطمس الريبة فتثق وتطمئن. الذي استوقفني ما سيأتي الآن، على أني، الكلام لعبد الوهاب الصابوني، على أني لم أتمثل بالشعر العباسي وبما بعده إلا قليلا جدا، فعلته استئناسا لا احتجاجا، وتعمدت كذلك أن يكون أصحابه من الفحول النابهين. الخطاب هنا في فعل قولي من خلال خطاب مكتوب نحن قرأناه، وميشال فوكس يقرر أن الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب. هناك رغبة في هذا الخطاب، هناك رغبة من المتكلم وهو عبد الوهاب الصابوني المؤلف نفسه، من قول شيء يريد التحدث به، المقصود منه الإخبار، وتم إنجازه بهذا الملفوظ في جمل مفيدة. لكن يجب أن نعرف أن هناك شيء غير ملفوظ من خلال التأويل، من خلال ما أرى أنا من تأويل ومن خلال ما ترى أنت من تأويل، فتم إنجازه بهذا الملفوظ في جملة مفيدة. صحيح لو هناك لغة تواصلية، نعم هناك لغة تواصلية ذات غاية معرفية ثقافية اللي هي الكتابة والتأليف والمنهج في التأليف في علم النحو والصرف، وطبعا هذا الذي أنا أذكره الآن يقابله المؤول المباشر في المنهج السيميائي، في التحليل السيميائي البداية السطح. في الخطاب نفسه فعل تحقيقي لا قولي، القوة التواصلية المصاحبة، على أني لم أتمثل بالشعر العباسي وبما بعده إلا قليل جدا، وهذا يقابله المؤول الدينامي الآن سنأتي إليه في ميله لعلم النحو وتيسيره وتسهيله، سهلت يسرت عززت بسطت. السياق التواصلي بين المخاطب اللي هو الذات المؤلف والمخاطب طالب العلم في النحو. نأتي الآن إلى ندخل التداولية كمنهج المعنية بهذه الإشارات الاتصالية بوصفها، تدرس المعنى السياقي، الجانب السياقي مهم جدا في أي تحليل لأنه يكشف لك واقع هذا النص أو واقع هذا الخطاب أو واقع هذه اللغة، ما يدرس ما بين اللغة والسياق، وهذا مبني
على خطاب تشاركي اتصالي ثقافي معرفي منتج لفعل إنجازي، هو الدعوة من المؤلف إلى تعلم علم النحو. في الخطاب كذلك في فعل تأثيري، الفعل التأثيري هنا يقيس حالة المتلقي القارئ، الذهنية المعرفية اللي سنأتي إليها في العرفانية، الذهنية المعرفية النفسية، الموقف من الخطاب والذي قصد إليه المخاطب في سياق التخاطب بغرض التأثير في سلوك المخاطب، وأن هناك أمر مضمر ومسكوت عنه في فعل الإنجاز. ما هو؟ من خلال التأويل، تأييد المخاطب المؤلف الذات للشعر القديم من الجاهلي عصر صدر الإسلام الأموي، وجعله نقطة احتجاج ورفضه للشعر العباسي وما بعده باعتباره شعرا، لا نقول رفضه، هو قال اخترت بعض القصائد ولكن لا يريده على مستوى الاحتجاج وإنما أخذه على مستوى الاستئناس. كل هذا من خلال لغة، من خلال لغة تخاطبية تشاركية ما بين المؤلف وما بين أو المرسل والمرسل إليه على رأي جاكبسون. اسمحوا لي عندي وقفة يعني إعجازية، والكل أنا واثق أن الكل والجميع يعني لديه هذا التصور في قضية يعني استوقفتنا آيات في السمع، باعتبار أن السمع جانب إعجازي. القاعدة تقول إذا أنت تسمع إذا ستنطق، لا تسمع ليس هناك نطق، ليست هناك حروف، ليست هناك كلمات، ولذلك تأتي لغة الإشارة عند الصم والبكم. لكن القرآن الكريم جاء في مواقع كثيرة أن السمع يسبق البصر، وهذا لا يخفى على شرف علمكم، موجودة، السمع والبصر يسبق، وأن السمع دائما يأتي بالمفرد والبصر يأتي بالجمع، وهذا كذلك دلالة أخرى. ما ثبت علميا يعني ان يعني حتى في القرآن ان السمع والبصر وغيرها، ان الجنين في بطن امه يسمع ولا يرى، وان حاسة السمع تتخلق في الجنين قبل حاسة البصر. هذا ما ذكر كذلك الدكتور زغلول النجار. فاول ما بعد الولادة يكون السمع هو يعني إذا وقفت بجوار هذا المولود الصغير فأول ما تصفق سيلتفت إليك، ولكن بمجرد ما تشير بيديك فإنه يعني لا يراك، لأن البصر ينمو بعد فترة غير السمع في بدايته. السمع بدأ بالإفراد والبصر بالجمع، جاء السمع مفرد والبصر جمع، لأن البصر يستطيع به الإنسان بعيني أن يرى أمور كثيرة ويشاهد أمور كثيرة، لكنه في السمع لا يستطيع أن يسمع إلا في لحظة واحدة أصواتا، يعني لا يستطيع أن يسمع أصواتا متعددة في لحظة واحدة، وإن سمع فهي تحتاج إلى نوع من الفهم والتركيز. في تطبيق إجرائي كذلك، نرجع إلى التطبيقات الإجرائية التي هي منهج الحقيقة أنا أسير عليه كما ذكرت لكم، على نص سردي قصير في هذا الجانب قضية السمع، وهو نص ونحن في إطار التواصلية، ما زلنا في إطار أن اللغة مأثرة بشرية تواصلية، أداة للتواصل. في كتاب الأيام لطه حسين، دكتور طه حسين، يقول في صفحة 414 كتاب الأيام وهي سيرة ذاتية، يقول: سمع الفتى ذلك الصوت يقرأ عليه شيئا من شعري راسيم ذات يوم، فأحس كأنه خلق خلقا جديدا، ومنذ تلك الساعة سمع فيها ذلك الصوت لم يعرف اليأس إلى نفسه سبيلا. هذه مقطوعة قصيرة ذكرها طه حسين في كتابه الأيام، نص سردي باعتبار أن السيرة الذاتية من النصوص السردية النثرية. من خلال هذا النص القصير نلحظ اتصال المتكلم طه حسين بعوالمه الخاصة والتي جعلها في وعاء لغوي متصل بالفكر والحياة والأدب والاجتماع، لما قال سمع، إذن هنا صوت، ثم التأثير والشعور أين؟ حينما قال أحس، وقال لم يعرف اليأس. المفكر المصري عبد الوهاب المسيري في إحدى حواراته له كتاب الثقافة والمنهج،
يقول إن اللغة هي الوعاء الثقافي لكل منتجات الأمة وتراثها، فاللغة متصلة بالتراث والفكر والأدب والاجتماع والعلم والدين. إذن متصلة، اللغة متصلة. نرجع إلى المحور الأساسي أنها أداة اتصال. المتكلم هنا طه حسين كائن يتمتع بقدرات سمعية وليس بقدرات بصرية، يعني عنده قدرة سمعية وعقلية منحته القدرة على سرد النص وأمدته بجرعات من التفكير في كل الموجودات التي حوله، ماضيها، حاضرها، مستقبلها. لغته جاءت لغة سمعية وسمعية إدراكية عبرت عن فكرة في هذا الحدث. يعني الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت يرجع أساس، والذي طبعا يؤمن بطه حسين كذلك في قضية الشك، فيرجع أساس وجود اللغة لدى الإنسان إلى وجود الفكر لديه، هذا سنأتي. وعلة غيابها عند الحيوان مرده إلى افتقاره إلى الفكر، وهذا يرجعني إلى أن اللغة مأثرة بشرية. الدكتور طه حسين في نفس هذا الموضوع في كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول إننا نفكر باللغة، هذا سنأتي الحديث عنه في قضية اللغة أنها أداة تفكير، إننا نفكر باللغة وأنها أداة التفكير، حين قال نحن نشعر بوجودنا وبحاجاتنا المختلفة وعواطفنا المتباينة وميولنا المتناقضة حين نفكر، ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكير، لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكير. طبعا في إطار اللغة، سؤالي هل العاهة الحقيقية هي فقدان البصر عند طه حسين؟ يؤكد طه حسين أن العاهة الحقيقية ليست في فقدان البصر ولكن في فقدان السمع والصمم، فالأعمى لا يفقد إلا أشكال الحياة الظاهرية ولكن الأصم يفقد التواصل معها نهائيا، ولهذا رأينا على عميد الأدب العربي في تلقيه ثلاث لغات، اللاتينية والفرنسية واليونانية، وهو كفيف ولكن عنده قدرة سمعية يستقبل منها اللغة، وأن العمى لم يمنعه من أن ينعم بكل ثمار الفكر الإنساني من علم وشعر وثقافة وأدب، ولم يمنعه من أن يملي كتبه ويصبح من أفصح كتاب العربية. اسمحوا لي قليلا نستريح عند طه حسين وفي حضرة عميد الأدب العربي، اسمحوا لي بهذا النص. لدي قصيدة كتبتها في طه حسين في ديواني وجع بامتداد دمي بعنوان حلم خارج الجبة، وهي إلى روح طه حسين. ناجى المكان ناجى، وهو الآن متجه إلى باريس، متجه إلى فرنسا، ويعني خلع جبته، فأقول ناجى المكان يحث الخطوة منتظرة ويمسح العين مما جاوز القدر، يطهر الذات من حمى هواجسه ليرتقي سلما للآن ما انكسر، نبوءة قد تجلت من نوافله أراق من دمعه ما يسبق العمر، ويبسم الحلم من إشراق عاهته ويركب البحر ميمونا ومنتصرا إلى فرنسا، وكان الفكر متقدا ألقى بجبته كي يسقط الحذر، إن كان أعمى فلم يفقد بصيرته يضيء من فكره ما يسعد البصر، لما استقر بسوزان تعاهدها أن يهزم الصعبة أن يبقي له أثر، من كنه فلسفة يمضي بنا أملا نستلهم العلم والأخلاق والعبر، أيامه الخلد سفر من تجاربه ودفق ذاكرة تستعذب السفر، ما زال يبذر فينا حلم سنبلة ونحن نحصد من كفيه ما بذر، ونحن نحصد من كفيه ما بذر. الجانب الآخر الذي أريد الحديث عنه، اللغة تؤثر في تكوين الفكر. نتفق جميعا أنه لا تفكير خارج اللغة، لا تفكير خارج اللغة، فاللغة والتفكير يجب أن يتوازنا ويتوافقا ويتبادلا في العلاقة. فالشخص الذي يكون
مخزونه اللغوي محدوداً يكون تفكيره بالمثل محدود، والشخص الذي يكون مخزونه اللغوي غير واضح وغير سليم يكون تفكيره مماثل في الغموض والتشويش، والشخص الذي لا يفرق بين طبيعة المعاني يكون تفكيره مماثل في التعميم واللبس، مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية. وهكذا تؤثر اللغة في تكوين الفكر، هذا سيذهب بنا إلى الإدراكية، سيذهب بنا إلى العرفانية، جورج لايكوف ومارك جونسون، وهذا سنذهب إليه الآن، سنأتي إليه. فاللغة الرديئة ما معنى يعني إذا وجدنا لغة رديئة تعني أن الفكر مضطرب ومشوش، والتفكير القاصر يعني لغة رديئة وتعبير ضعيف. وهذا يذكرنا بمقولة سقراط الشهيرة في الحكم على الكلام، أن اللغة مقولة سقراط الشهيرة في الحكم على الكلام اللي هي اللغة، تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك، مقياس حقيقي تقيس الإنسان من خلال لغته، من خلال كلامه، من خلال ثقافته. ولهذا يقول الروائي جورج أورويل معبرا عن إيمانه بالعلاقة المتبادلة ما بين اللغة والفكر، إذا أفسد الفكر اللغة فاللغة أيضا يمكنها أن تفسد الفكر. شومسكي لا يرى في كتابه اللغة والفكر أن دور اللغة يتمثل في القدرة العامة التي تبرز في الاستعمال الإنساني المألوف للغة كأداة حرة للتفكير، ولكن اللغة أوسع من ذلك، بل هي معنى يحدد المعرفة تماما كما يحدد المهندس المنزل على رغبة المالك. لدي تطبيقان إجرائيان، تطبيق إجرائي تداولي على التفكير عند أبي الأسود الدؤلي، اسمحوا لي هذا سيكون مباشر، هذا سيكون مباشر، لن يكون فيه كما سيكون عند الاستعارة التصورية، لا هذا مباشر. فأبو الأسود الدؤلي سننظر إلى ماذا كان يفكر فيه أبو الأسود الدؤلي من خلال موقف لغوي حواري، وسأستخدم فيه مبادئ غرايس، سأستخدم فيه مبادئ غرايس، المبادئ المتعلقة بمبدأ التعاون ومبدأ الصلة في الجانب التداولي. سننظر الآن كيف شكلت يعني لغة أبي الأسود الدؤلي، كيف شكلت طريقة التفكير من خلال هذا، من خلال الرموز التي تحمل المعنى الذي يريده، في رموز، في إشارات، في دلائل، معنى هو يريده ومعنى هو يتمناه، واستخدم كلمات يرمز بها إلى المعنى، هذه الكلمات بوصفها وسيلة لتوصيل المعنى إلى الآخرين. هذا النص من كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الجزء الأول صفحة 31. قيل هذا الآن سأذكر الحوار، إن أبا الأسود الدؤلي دخل على زياد بن أبيه بالبصرة فقال: إني أرى العرب قد خالطت العجم وتغيرت ألسنتها، أفتأذن لي أن أصنع ما يقيمون، اللي هو التقويم، تقويم الكلام، ما يقيمون به كلامهم؟ قال: لا، رفض. فقام من عنده ودخل عليه رجل، دخل على زياد بن أبيه رجل فقال: أيها الأمير، مات أبانا وخلف بنون. فقال زياد: مات أبانا وخلف بنون، مه، ردوا علي أبا الأسود. فردوا، فقال له: اصنع ما كنت نهيتك عنه. فهذا الحوار الذي دار كلغة من أبي الأسود الدؤلي، أسلوب تفكير، أسلوب لغة، أسلوب تواصل، حوارية، لغة موقف إن صح التعبير، جانب سياقي. لو حللنا فكر أبي الأسود من خلال
اللغة ومن خلال الحوار. الحوار، الاستلزام الحواري موجود في التداولية، من ضمن الجوانب التي تدرس في التداولية. الحوار هنا في ثلاثة يتحاورون. الحوار يتحاورون، أي يعني يتراجعون الكلام، يتجاوبون، يستنطقون، ومن خلال هذه التحديدات اللغوية فإنها تحيل على متانة الأسباب التي تربط بين أطراف الكلام في المخاطبة، وما يمكن أن ينجم عنها من تجاوب وتفاعل. موجود تجاوب في النص، وموجود تفاعل، أو يعني نلحظ في النص تنافر ويعني تفاصل. ففي هذه السردية وصف لأنشطة حوارية إبداعية. نأتي الآن، يعني كأنها حكاية أقوال، لأنها قال وقال وقال. فهي هناك ثنائية، ويقوم شكل ثنائي يقوم على تبادل الأقوال بين شخصيتين، أو محادثة. هنا واضح أنها لأنها أكثر من شخص، لأن في رجل دخل بالعبارة التي قالها لزياد بن أبي. الحوار نتفق على أنه وحدة نصية، هنا مترابطة، بعد تواصلي، نعم بعد تواصلي، قوامه لغة الموقف في موقف حصل. وغرايس يحدد المبادئ هذه من خلال عملية التواصل، وسأنهج منهج التداولية وبطريقة تحليلية استفدنا منها من أستاذنا الدكتور عامر الحلواني. مبدأ التعاون، إذن هناك في مبدأ اسمه مبدأ التعاون، من خلال الخطاب، من خلال النص هذا، من خلال هذه الحوارية، الحوار بين أبي الأسود الدؤلي والأمير زياد بن أبي والرجل الملحن، الملحن الذي أخطأ. الحوار منسجم، منسجم متطلب، ويعني منسجم ومتطلبات الهدف الذي يريده أبو الأسود الدؤلي، المتفق عليه ضمنيا من خلال الحواس، حاسة البصر. ماذا قال؟ قال أرى. إذن حاسة البصر أرى. حاسة السمع، قال تغيرت ألسنتها، إذن من خلال السمع. أو بالأفعال الموجهة، أو مه، ردوا فردوه، اصنع. إذن هنا مبدأ تعاون، هذا التعاون أدى إلى تفاعل هذه الشخصيات وانسجامها وانقيادها للغاية الفكرية العلمية. طيب، إذن هذا مبدأ التعاون. نأتي إلى مبدأ الإفادة، يعني هل المشاركين في هذا الحوار هل أسهموا في، يعني هل هناك زيادة أو نقصان فيما ورد؟ غالباً ما يكون مبدأ الإفادة إسهام المشاركين في الحوار بالكم المطلوب بلا زيادة أو نقصان. نتبين ذلك من العلامات النصية، ليس هناك طول في ما ذكره أبو الأسود أو ما ذكره. نأتي مثلاً لما قال له أفتأذن لي أن أصنع ما يقيمون به كلامهم، قال زياد بن أبي قال لا. قال أيها الأمير، هذا الرجل قال أيها الأمير، مات أبانا وخلف بنون، قال ما. إذن ما في زيادة ولا نقصان. حتى لما قال ردوا علي أبا الأسود، فقال له اصنع. الأمثلة السابقة ماذا يعني تظهر لنا، أو هذا المثال، أن ملفوظ المتحاورين أضحى وجيز موجز، بما يبعث الحيوية في المشاهد الحوارية التي تتحكم فيها الأفعال المحايدة، خاصة الفعل قال فقال، تكررت تقريبا 5 مرات. والأمر في المبدأ أنه لم يكن في كلام أبي الأسود الدؤلي إلا ترسيخ فكرة واحدة، تقويم اللسان العربي الذي عوج وبدأ يلحن بسبب الاختلاط بالعجم. أن أصنع ما يقيمون به، أن أصنع ما يقيمون به كلامهم، فقال اصنع ما كنت نهيتك عنه. نأتي إلى مبدأ الصدق، يتمثل في أن المتحاورين هنا في هذا المقطع لا يتلفظون إلا بما يؤمنون بصدقه، فلا يذكرون شيئا إلا بتعليل، يعني لا يذكر شيء إلا علله. فقال أفتأذن لي أن أصنع ما يقيمون به كلامهم، التعليل ليه؟ قال إن العرب قد خالطت العجم وتغيرت ألسنتها. طيب، قال زياد ما؟ ليه قال ما؟ لأنه سمع اللحن والخطأ من ذلك الرجل الذي قال مات أبانا وخلف بنون. قال زياد اصنع ما كنت نهيتك عنه، لماذا؟
لأنه شعر بأنه شارك في الخطأ برفضه مبادرة من أبي الأسود الدؤلي لتقويم الكلام، وكان هناك مثل واضح له حينما جاءه الرجل وأخطأ نحويا. إذن نلاحظ مما سبق من كلام أبي الأسود في هذا المبدأ أن ذاته تحتل مركز الثقل فيها، يعني بمعنى نقصد بذلك أنه يعني يعبر عن حالة انفعالية عالية فيها ضيق وفيها ضجر. طيب، إني أرى العرب قد خالطت العجم، فأين الضيق والضجر؟ فقام من عنده، لأن لما رفض قام من عنده. فحتى أنه لما قال أفتأذن لي أن أصنع، طيب ألا يعد هذا الصدق؟ صدق، وإن صدق بالأسود في تصوير ما آل إليه العرب من اللحن والخطأ على قلبه، جعله يسمو بقيمة اللغة العربية إلى مستوى العلو والرفعة ما يقيمون به كلامهم. ومبدأ الصدق يدل على أن هذا الرجل النحوي أصبح له في قلب الأمير وعقله قيمة رمزية ومكانة عالية تسمو بموجبها اللغة العربية عن أي لغة أخرى، وبما يحقق حتى في الحوار، يحقق الود والمحبة والتعاطف والطاعة بين الشخصيتين أبو الأسود وبين الشخصيتين أبي الأسود والأمير. ردوا علي أبا الأسود فردوه. النحوي هنا، النحوي المحب العاشق للغته الخائف عليها، مدفوعا، يعني لقد كان مدفوعا إلى لغته بقوة إيش؟ بقوة الانتماء، بقوة الانتماء، بقوة الولاء، بقوة الحب، الانتماء والولاء والحب، وبقوة الصدق أيضا. ولذلك كان ملفوظه مبررا ومعللا في أغلب مقاطع الحوار حينما قال إني أرى العرب قد خالطت العجم أفتأذن لي. مبدأ أخير وهو مبدأ الصلة، ما لقد كان الملفوظ الذي يتلفظ به المتحاورون ذا صلة بالموضوع متفق عليه. إذن هنا في صلة، الموضوع واضح لكل المتحاور، يعني ليس هناك موضوع آخر. العرب خالطت العجم، أصنع ما يقيمون به كلامهم، العرب والكلام وظهور العجم، وكلمة مات أبانا خلف بنون، أصنع ما كنت نهيتك عن، كلها عملية تواصلية وفي موضوع في صلة، والموضوع ذا صلة واحد، والموضوع ذو صلة متصل مع بعضه. وفي هذه الأعمال القولية تنتظم العلاقة التواصلية بين المتحاورين، وقد جاءت منطقية العلاقة الجدية. هنا في علاقة جدية من خلال اللغة بين أبي الأسود والأمير. العلاقة الودية أنتجت خطابا، العلاقة الودية أنتجت خطابا، ردوا علي أبا الأسود. طيب، ما هي علاقة المكافأة؟ أنتجت خطابا تكريميا حينما قال الأمير لأبي الأسود اصنع ما كنت نهيتك عنه. نستنتج أن لغة الموقف جزء أساس في عملية تحليل الخطاب. لماذا؟ لأنها شغلت المتلقي بإعادة بناء السياق من خلال تحليل عناصر ثلاثة: موضوع النص الفكري، نوع العلاقة التي تربط بين أطراف الحوار، والوسيلة التي تم اختيارها لنقل هذا الموضوع. وإن تفاعل هذه العناصر الثلاثة أنتج مداولة تواصلية من خلال وإدراك المقصد التواصلي من الملفوظ. هذا جانب في التطبيق على الجانب الفكري، كونها أنها أداة للتفكير. ولكن طبقت كذلك ارتباط اللغة بالتفكير على نص آخر لعمر بن أبي ربيعة مستخدما المنهج العرفاني، لنكتشف أو لأكتشف سلوك عمر بن أبي ربيعة في التفكير. يقول عمر بن أبي ربيعة في بحر الكامل: لبس الظلام إليك مكتتما خفرا لحاجة آلف صبي، لمعت بأطراف البنان لنا إنا نحاذر أعين الركب. نص مأخوذ من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة. الآن سندخل في جانب الإدراكية والاستعارة التصورية لجورج أو مارك جونسون وجورج لايكوف. فالشاعر عمر بن أبي ربيعة، الآن عندنا بيتان فقط،
الشاعر عمر بن أبي ربيعة عاش في عصر صدر الإسلام، وهذا النص هو الذي دلنا على المنهج. يعني في قاعدة تعلمناها من أستاذنا الدكتور عامر يقول بأن النص هو الذي يستدعي المنهج وليس المنهج هو الذي يستدعي النص. فلذلك فرض علينا هذا النص الاستهداء بآليات المنهج العرفاني لتحليل الاستعارة التصورية لهذا النص. فالمقصود بالعرفانية والاستعارة التصورية وأنواعها، كل هذا سيأتي الحديث عنه، بأن العرفانية مذهب قائم على مفهوم العرفان، وهو نشاط لمعالجة المعلومة والتمثيل لها طبيعيا ومصطنعيا. وتعد الاستعارة التصورية من أهم مباحث العرفانية التي تخيرتها منطلقا لقراءة هذا النص الشعري لعمر بن أبي ربيعة. جانب ذهني، جانب إدراكي، وسيبين الآن. الاستعارة التصورية تتولد من تآلف اللغة مع الذهن. نحن الآن نتحدث على أن اللغة مأثرة بشرية وبوصفها أداة تفكير. الاستعارة التصورية تتولد من تآلف اللغة مع الذهن عبر انسجامات تصورية، تستطيع أو نستطيع من خلالها فهم مجال تصوري الهدف عن طريق مجال تصوري آخر يسمى المصدر. وقد أوضح كل من جورج لايكوف ومارك جونسون أن جوهر الاستعارة التصورية يكمن في كونها تتيح فهم شيء ما وتجربته أو معاناته انطلاقا من شيء آخر. لذا فليست الاستعارة التصورية قائمة على اللغة، بل الذهن هو مركزها، ولكونها ليست لغوية صرفا فهي لا تقصد التأثير ولا الإغراء ولا الجمالية بقدر ما تعبر عن تفكيرنا ودواخلنا. وقد يعني هناك تعريف آخر لزلطان يقول: إذا فهمنا مجالا تصوريا من خلال مجال تصوري آخر فإننا نكون إزاء استعارة تصورية، اللي هي المصدر والهدف. ولا يكتمل هذا الفهم إلا بالنظر في مجموعة التطابقات أو الإسقاطات بين المجالين. حتى في العرفانية يدخل جانب التأويل، التأويل من المقول المستوى المقولي الأعلى إلى المستوى المقولي الأدنى. فالاستعارة التصورية وفق رأي لايكوف وجونسون ثلاثة أنواع. الآن سنطبقها على عمر بن أبي ربيعة وما قاله في هذين البيتين باعتبارهما نص. الاستعارة البنيوية، النوع الأول استعارة البنيوية قائمة على بنية التصور في الذهن، حيث إن النسقية نفسها هي التي تسمح لنا بالقبض على مظهر من مظاهر تصور ما عن طريق تصور آخر. إذن هناك تصور ذهني. الاستعارة الاتجاهية تمدنا الاتجاهات، يعني الاتجاهية مأخوذة من أنها تمدنا بالاتجاهات الفضائية: تحت، فوق، أمام، خلف، أعلى، أسفل، مركزي، هامشي، قريب، بعيد، بأساس غني جدا لفهم التصورات بواسطة الاتجاه. الاستعارة الثالثة أو النوع الثالث الاستعارة الأنطولوجية، تستخدم الاستعارات الأنطولوجية لفهم الأحداث والأعمال والأنشطة والحالات، أي إننا أو أننا نتصور الأحداث والأعمال استعاريا باعتبارها مواد والحالات باعتبارها أوعية. وإن النسق التصوري الذي سير عمر بن أبي ربيعة في نصه المذكور له طبيعة استعارية تقوم على فهم مجال عن طريق مجال آخر. فالاستعارة المركزية في هذا النص، يعني لابد أن تخرج مثلا تقول: والله مثلا الاكتئاب أو الاستعارة التصورية في كذا، أو يعني الجانب الإدراكي عند الشاعر كذا. نأتي إلى الاستعارة المركزية في هذا النص، هي الجمال وشمس ساطعة. عندنا الجمال وشمس ساطعة. لاحظنا أن الاستعارة البنيوية لا يمكن فصلها عن الاستعارة الأنطولوجية، قضية الوجودية، بل هي تتفاعل معها. وإذا كانت الاستعارة البنيوية هنا هي التي سمحت لنا بالقبض على مظهر تصوري الهدف، هنا الجمال، هنا الجمال عن طريق مظهر تصوري آخر، الهدف الجمال، والمصدر هو تصوري الآخر هو شمس ساطعة، وذلك من خلال
بنينة التصور في الذهن، ويجري تحديد مفهوم الإسقاط الاستعاري للاستعارة التصورية عموما والبنيوية خصوصا بتحديد مجاليها. يعني في البداية نحدد الهدف ونحدد المصدر، إسقاط مفهوم المصدر وهو شمس ساطعة على الهدف وهو الجمال، بوصفهما مستوى مقولي أعلى، حيث تتبنين الاستعارة التصورية في هيئتها النووية، ومن خلال المجال المصدر تتناسل البنيات التصورية في المستوى المقولي الأدنى. الاستعارات التصورية الأنطولوجية جرت على الجمال وشمس ساطعة لتمثيل حال الجمال، فقد أسقط الشاعر، نأتي الآن إلى الإسقاطات، فقد أسقط الشاعر مضامين عرفانية رسختها التجارب وهي شمس ساطعة على مضمون عرفاني ثان وهو الجمال منتظم انتظام شبكي. طيب على ما يعتمد أو على ما يتكئ هذا النص؟ يتكئ هذا النص في بنية استعارته التصورية على التضافر النصي الخارجي، بمعنى أنك ممكن يتضافر مع قول لشاعر آخر، يعني ممكن هذا النص يتضافر مع قول عنترة، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هنا تأتي التأويلات، سيرورة التأويل. فالجمال طبعا يعني المقصود هنا ذلك أن البروز واللمعان والبياض والسطوع تشكل أو يشكل الجمال في الثقافة العربية، يشكل الجمال في الثقافة العربية، وأن لها حضور، السطوع، البياض، اللمعان، البروز، كما ورد كذلك عند عنترة. العرب جعلوا من جمال المرأة بابا من بوابات إدراك الجمال وبهجة الحياة عموما، وأن المرأة لعبت دورا كبيرا وفاعلا ومهما من خلال مواقفها النبيلة في كل العصور السابقة واللاحقة، حيث ارتبط جمالها بمفهوم العفة والنبل، وفي اللاشعور الجمعي تأثر كبير بتلك المفاهيم السائدة حولها آنذاك، فهي تمثل صفة الجمال ورمزية الحب. نأتي الآن إلى الاستعارة الاتجاهية، فهي متفاعلة مع الاستعارة الأنطولوجية. الاستعارة الاتجاهية تمدنا بأساس غني لفهم التصورات، لكن بواسطة الاتجاه من خلال وعاء، هذا الوعاء يمثل اللمعان، له صفة البروز، صفة السطوع، صفة الضوء، صفة الاتقاد، صفة التحرك، أعلى أسفل حسب قوة اللمعان. هذه الاستعارات باعتبار أن الجمال لمعان وبياض وسطوع وبروز انبثقت من تجربة ومعرفة يحددها الجسد والسياقات الثقافية اللي احنا نتكلم عنها، القضية الإدراكية، وحيث تبدو مفاهيم من قبيل اللمعان والبياض والسطوع والبروز في اتجاه فضائي عمودي إلى أعلى، إذ لا يمكن تفضل أو شكنا على الختام فلو نعم. تختم مبارك الله فيك. أقول أو شكنا على الختام فلو تختم مبارك. أبشر الله أبشر أنا انتهيت الآن السبع. بارك الله فيك. أبشر الله. أبشر أقل من دقيقتين إن شاء الله. تفضل. فقوله لمعت بأطراف البنان، فاللمعان والبياض والبروز تمثل استعارة تصورية كبرى عن حال الجمال وما ينتج عنها. طبعا هنا يعني انقطعت الحقيقة بعض الأفكار، لكن الوظيفة الأنطولوجية، يعني سأقف عند الوظيفة الأنطولوجية في أقل من دقيقة. الشاعر يحاول من خلالها أن يفهم المجرد وهو الجمال عن طريق فهم للمحسوس والمادي لمعان البياض وغيرها. طيب الشاعر أسقط تطابقات من المجال المادي على مجال المجرد، ولديه لا وجود لذلك المجرد إلا بكونه ماديا فيزيائيا محسوسا، فيؤكد على وجوده وجود المرأة جمالا ورقة وعفافا ونبلا. أكتفي الحقيقة بهذا القدر من التطبيقات، ويعني تقديرا للوقت وعدم الإطالة،
ولا هناك نماذج كثيرة لدي، قول المتنبي وحوارية لعمر، قول المتنبي لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، حوارية لعمر أبو ريشة كذلك هناك تطبيق عليها ولكن الوقت طبعا محدود بالساعة، حوارية عمر أبو ريشة التي قال فيها قالت مللتك اذهب لست نادمة على فراقك إن الحب ليس لنا، سقيتك المر من كأسي شفيت بها حقدي عليك ومالي عن شقاك غنى، وهناك تطبيق لي في الاستعارة التصورية من كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحمى أو جدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخيرا شكرا لكم، شكرا لكل الأرواح الجميلة التي حضرت معنا اليوم وشاركت، فما أنا إلا تلميذ لكم، أتيت اليوم لأستفيد من علمكم وأتعلم من فكركم، وكما بدأت بالحب أختم بعد هذه الساعة المليئة بالتواصل الجميل معكم بمقطوعة قصيرة أقول: اليوم يحلو في فم الشهد والحب يزهو حيثما يبدو، وكأنني يوم التقينا ساعة غنى بأفياء الهوى وجد، ليت الهوى يبقى لأسكب عطره مسكا إلى الآفاق يمتد، قلق أنا والشعر ملء جوانحي والطير في أفنانها يشدو، والطير في أفنانها يشدو. وشكرا لكم مرة أخرى. جزاك الله خير، شكرا للدكتور، شكرا سعادة الدكتور على هذه الكلمات الجميلة، وشكرا على ما قدمتموه في طرحكم الشائق المميز، وكنا نود أن الحديث يمتد ولكن نفسح المجال للمداخلات والأسئلة في ذلك، وفي ذلك زيادة ثراء وإمتاع. أستاذ عبد الله، في أحد المداخلين معنا؟ شكرا للدكتور وشكرا للأستاذ محمد. نعم لدينا مداخلات، نستاذن الدكتور فخذ مداخلات، طبعا المداخلات تكون في حدود دقيقة إلى دقيقتين، يجيب عنها الدكتور بعد الانتهاء من عدد من المداخلات. دكتور علي تفضل. دكتور علي هوساوي أول مداخلة معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبصرات. لقد أبردت علينا يعني حرارة الظهيرة بهذه الأبيات وهذه الإطلالة الجميلة. الدكتور عبد الله، معك محبكم علي موسى هوساوي، أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا الأمريكية، طبعا من مكة المكرمة. على السريع كده أسئلة، ثلاثة أسئلة إن أذنتني. السؤال الأول، كونك يعني شاعرا وقد يعني استمعت لقصيدة جميلة في يوم تكريم أستاذكم الدكتور عامر الحلواني، يعني قلت في ختام القصيدة: والريح تكتمني بصوت خافت، لا شيء عبر الريح أكتمه. فأريد تعليق على هذا البيت الجميل كجمالكم. السؤال الثاني، ذكرتم أن التفكير عبارة عن لغة، وهناك جدل قديم يعني لم يحسم حتى الآن، فما أدري ما هو رأي الدكتور عبد الله حول لغة التفكير لدى الصم، بأي لغة يفكر الصم كون أن التفكير لغة. السؤال الأخير، أريد الفروق الجوهرية بين لغة التفكير ولغة الكتابة ولغة الكلام، فهناك فروقات يعني عندما أتحدث يعني هناك بعض الإسقاطات وبعض الأمور أحذفها، وعندما أكتب يكون يعني التفكير، فتجد مثلا ملقي يعني خطابه يكون أقوى من كتابتي، فما هي الفروق الجوهرية؟ وجزاكم الله خير على ألف شكر. شكرا، وليس بواف ولكن ربي سيجزي غدا. شكرا جزيلا. شكرا لدكتور. شكرا دكتور علي. ناخذ مداخلة أخرى من الدكتور خالد الجريان، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله عليك. أولا حياكم الله مع ظهيرة لغوية وأدبية جميلة، وشهادتي أولا في الدكتور عبد الله شهادة مجروحة بحكم الصداقة والأخوة والمحبة التي تجمعني به، وإن شاء الله أقدم دراسة لغوية حول بعض قصائده بإذن الله تعالى. لا أود أن أخرج عن دائرة المحاضرة
دكتور عبد الله، يعني ذكرت حقيقة موضوعات كثيرة جدا أثناء المحاضرة، لكنني أتوقف عند واحدة من تلك الأفكار تحمل بنية اللغة. بنية اللغة كثيرا من الوجهات والمجالات التي تتبدى في صورة آفاق معرفية تتمركز حول اللسان والمعرفة اللسانية. دكتور عبد الله، ما هي حدود المعرفة اللسانية حينما أريد أنا أن أطبق التطبيق، وأيضا التأويل، ما هي حدود التأويل؟ الإشكالية في أننا قد ننزل كثير من النظريات اللسانية اليوم على أدبنا أو على لغتنا بشكل كبير، لكن الإشكالية في الحدود المعرفية، الحدود الثقافية، الحدود العرفانية، الحدود أيضا التأويلية، لأن هناك شطحات في بعض التأويلات، هناك خروج أيضا إلى آفاق بعيدة جدا عن جوهر النص وعن مضمون النص، وهذا ما نختلف فيه مع تلك النظريات. أرجو التوفيق للدكتور عبد الله، سعدنا هذه الظهيرة حقيقة بهذه الإطلالة من ربوع الأحساء، فحياك الله، وشكرا لي أيضا مجمع اللغة على استضافة هذا الرمز العلم من أعلام أدبنا المعاصر، أدبنا السعودي المعاصر، وحياكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور خالد. نأخذ مداخلة أخرى من الأستاذ زايد محمد، تفضل أستاذ زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، كما ذكرتم إذا نحن نفسد اللغة بالفكر يمكننا أيضا نفسد الفكر باللغة، والآن كيف طريقة لحراسة إفسادة اللغة بالفكر؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ زايد. نأخذ مداخلة من الأستاذ عبد الله الملا، تفضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءاتكم بكل خير. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه التطوافة الجميلة في أمسية مزيج بين الأدب والشعر واللغة. شكرا لك دكتور عبد الله أيها الصديق الجميل، وكما عودتنا دائما أن تقدم كل جديد وكل ممتع، وحقيقة جهودك في هذه المحاضرة واضحة المعالم. أنا حقيقة لا أعلم في بداية أول 10 دقائق قد أكون ما استمعت إلى جانب مهم جدا من ما يتعلق بهذه المحاضرة، وهو اللغة بوصفها أداة للإشارة. يعني يمكن هذه التطوافة الجميلة بالمناهج اللسانية التي سمعناها منك دكتور عبد الله كانت حقيقة طرحها يجب أن يطرح، وأنت عرفت كيف تختار العناوين الموضوعات والمحاور. هناك جانب مهم جدا قد أضيف في السيميائيات، لذلك في ما يتعلق بلغة الإشارة، وهذه أعتقد أيضا هي من وظائف اللغة أو من أساليب اللغة التي يعتمد عليها المجتمع بشكل عام في التواصل، وهي لغة الإشارة. وفي ذلك مواضيع كثيرة جدا في الشعر العربي تحديدا، عندما يقول مثلا أحد الشعراء العرب، أعتقد أنه عمر بن أبي ربيعة إن لم تخن الذاكرة، يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون، ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وأيضا كذلك أحد الشعراء عندما قال: والنفس تعلم من عيني محدثها إن كان من صفها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. إذن اللغة بشكل عام هي أداة تواصلية، قد تكون عن طريق الكلام، وقد تكون أيضا عن طريق التفكير، وأيضا قد تكون عن طريق الإشارة. وأعتقد أن يا دكتور عبد الله لو أتيح لك الوقت لأضفتها بصورة جيدة وقدمتها
كما كنت دائما تقدم لنا هذه الموضوعات بطروحات إبداعية جميلة. شكرا لمجمع اللغة العربية على هذه الاستضافة الجميلة، وفي الحقيقة نحن سعداء جدا بهذا الطرح الجميل. شكرا لك دكتور عبد الله الخضير، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. نأخذ مداخلة أخرى من الأستاذ أمجد الرويلي، تفضل الأستاذ. السلام عليكم. أمجد النادر، تفضل الأستاذ. المحاضرة الحقيقة كانت قيمة جدا، جزاك الله خير، رجع لها إن شاء الله في ميزان حسناتك دكتور. لكن في نقطة اللي ذكرتها عن السمع وأن أن الكلمة لها قوتها في بيانها وكذا، هذا ذكرني في الدكتور خالد الحاجي، وقد فسر في قصة فرعون أن فرعون خاطب قومه في الرؤيا في الصورة مجسدا الواقع الذي أمامهم، بينما موسى خاطبهم بالكلمة والبينة. وفي سياقنا الإسلامي نجد أن اللغة تتجلى في قوتها وبيانها بالشعر مثلا، ويختفي عندنا ذيك التجسد في الأصنام أو الصور أو الرسومات وما إلى ذلك، على عكس الحضارة الغربية من يمثل يعني تنظيمنا للوجود، وبناء على ذلك حنا اخترنا المنهج العلمي. فهل يعني ترى أن اللغة كانت لها أثرا؟ يعني أدري إنه شوي يعني ممكن الموضوع خارج، لكن في فضول معين في هذا الموضوع. هنا لغتهم هل أثرت في حتى في اتخاذهم لمنهج علمي يفسرون فيه العالم الخارجي، وأقصد بمنحنى مادي تجريبي على عكس مثلا سياقنا الذي كان يعتمد كثيرا على العقليات؟ شكرا. شكرا أستاذ، تفضل دكتور، لك الآن الوقت للمداخلات، وأيضا باختصار حتى نأخذ جولة أخرى من المداخلات، لدينا أسئلة ومداخلات عدة. تفضل والله دكتور. أنا سعيد. طيب إن شاء الله. طبعا أولا يعني نبدأ بالدكتور علي هوساوي، الحقيقة شكرا لك، وما ذكرته في البيت الذي قلت فيه، طبعا هذه في قصيدة لي بعنوان الأستقصات الأربعة، وهي مراحل التكوين أو في الوجود، في الماء والماء والنار. فحينما قلت التأويل عندك يا دكتور علي، يعني أنا لا أستطيع أن أقول ماذا يقصد الشاعر بذلك، يعني أنت الآن تستطيع أن أقول، لما قلت والريح تكتمني بصوت عابر لا شيء عبر الريح أكتمه، يعني من الصعب جدا أن الشاعر يفسر ما يقوله، هو يعي بفكرة، وأنت كذلك تستطيع أن تؤول ما تراه مناسب. فالتأويل أنت صاحب التأويل، لا أستطيع أن أفسر، حتى نحن بصفتنا شعراء لا نستطيع أن نفسر في الشعر، يعني عليك أن تقول والآخر هو الذي يؤول، ولكن هو حضور النار وحضور الماء والأرض كذلك في هذا النص، كذلك بالنسبة للريح والهواء. طبعا بالنسبة للدكتور علي في مسألة التفكير لدى الصم أو البكم، الحقيقة يعني ممكن هذا نرجع إلى دكتور مثلا في مجال التخصص في مجال النفسي، يعني عالم نفساني ممكن يتحدث عن مسألة طريقة التفكير لدى الصم، لأن طريقة التفكير لدى الصم الحقيقة لم أقف عليها، ولكن هو أخذ فقط مجرد أنه لأنه لا يسمع الآن، فمن خلال الإشارة فقط، الإشارة هي التي يستطيع أن يتعامل يعني معها. لا ليس لدي علم في قضية التفكير الحقيقة لدى يعني الصم، ولكن نحن نتحدث عن وجود لغة، هذه اللغة بمجرد ما تكون هناك سماع إذن هناك لغة، ولا يوجد سماع إذن لا يوجد لغة، لأنها عبارة عن أصوات. لغة الكلام، لغة التفكير، وجهة نظري الدكتور علي، التفكير يسبق الكتابة، التفكير يسبق الكتابة، لا لن تكتب إلا إذا فكرت، وإلا لا
يعني فسدت اللغة على فكرة. هذا إجابة على الأخ زايد، يعني قضية التفكير هو الذي يسبق اللغة. التفكير تفكر فيما أنت تريد أن تطرحه، ثم بعد ذلك تكتبه نصاً شعرياً، نصاً نثرياً، حتى أنه لو يكون شفهياً. فالتفكير يسبق اللغة، ويعني تقريباً هذا هو أبرز فارق جوهري فيها. طبعاً أحيي حقيقة صديقي الدكتور خالد الجريان والصديق العزيز الذي يعني نحن نشأنا وولدنا سوياً، ونحن نتسامر باللغة والأدب والفكر. فالدكتور خالد يؤكد على نقطة مهمة الحقيقة، وهي التأويل. وجهة نظر شخصية، لن يؤول إلا من كان لديه يعني ثقافة، لديه ثقافة واسعة. يعني كنا ونحن نحلل النصوص، ولعل أخي صديقي الدكتور عبد الله الملا وهو صديقي في دراسات العليا، كنا يعني كان أستاذنا يقول عليكم أن تقرأوا، أن تثقفوا أنفسكم، أن تقرأوا في الفلسفة، أن تقرأوا في علم النفس، أن تقرأوا بمعنى أنكم تستطيعون أنكم تستطيعون أن تؤولوا. القراءة تفتح، صاحب التأويل لا يأتي بالتأويل هكذا. وطبعا في نقطة أساسية، قضية التأويل يجب أن تتوافق مع ثوابتنا دكتور خالد، طبعا مع ثوابتنا الشرعية، مع يعني أحيانا في رسالة الدكتوراه وصلت إلى تأويلي أنا يخرج الشاعر من يعني يخرجه إلى ملة أخرى، يخرجه مباشرة من خلال تأويلي، لأن في مضمر. أنا كنت أتكلم عن المضمر، ف يعني وكذلك على المؤول أن يعني يضع له حدود في التأويل. النقطة المهمة دكتور خالد والإخوان الكرام، التأويل لا يعني قد يستقر في السيميائية، يستقر عند المؤول النهائي، في التداولية يستقر عند العمل التأثيري. هذا الاستقرار لأنك يعني سيطول لديك التأويل. المؤول الديني الدينامي هو سيرورة التأويل، واللاقولي في التداولية هي سيرورة التأويل، فهي مستمرة. يعني بإمكانك أن تأتي بكل ثقافتك وتأتي بها في التحليل والتطبيق. فأنا أقول بأن هذا الجانب مهم جدا في قضية أن يكون المؤول مثقفا، أن تكون لديه ثقافة في هذا المجال. الأستاذ زايد جاوبنا على مسألة اللغة وفساد اللغة بالفكر، أنها تكون يعني في هذا الإطار، يعني يجب أن التفكير يسبق اللغة. وأحيانا يكون الفساد من خلال يعني مثلا الفكر نفسه، التفكير، الإدراك لا يتوافق مع اللغة. قد تفسد الفكرة تفسد اللغة. أنا لماذا قلت في البداية هما متوازيان، اللغة والتفكير متوازيان سويا، يصعدان إلى أعلى سويا، فهنا تأتي الموافقة. طبعا الأخت الكريمة الحقيقة الدكتور عبد الله الملا، طبعا أشكرك دكتور عبد الله على حضورك وعلى تواجدك معنا اليوم. وذكر الدكتور عبد الله عن موضوع السيميائيات، والدكتور عبد الله هو متخصص في السيميائيات الحقيقة، وقضية التأويل والمؤولات التي نحن ذكرناها، وإضافة طبعا إضافة رائعة وجميلة نحن نتعلم من الجميع الحقيقة ومن الدكتور عبد الله. فبدايتي فقط كانت هي عن الحديث عن اللغة باعتبارها أنها وسيلة اتصال، واتخذت تطبيقات على ذلك بأننا لا نستطيع أن نخرج عن وجود اللغة. هو وجود التواصل، وجود اللغة التواصل. أحياناً قد يتواصل الإنسان مع ذاته، ليس معه أحد، مع ذاته، وهو يسمونه يطلقون عليه هو مخاطبة الذات. حتى أنت مع ذاتك تتواصل. الأخت الكريمة الحقيقة السؤال لم يتضح لدي، يعني في قضية اللغة وأثرها، أنا يعني إذا كان ممكن تعيد مرة أخرى، أنا لم يعني يفهم لدي. تفضل أستاذنا الكريم إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق. شكرا لك دكتور. نأخذ مداخلة من الأستاذة بثينة بالقف. تفضل أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال قد يكون بعيدا بعض الشيء عن محاضرة اليوم، وهو كيف السبيل إلى الاستفادة من النظرية العرفانية الإدراكية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نختم مداخلة من الدكتور خالد البلاهد، تفضل. مساء الخير. مساء النور، هلا وسهلا دكتور. عفوا دكتور، انا كان يعني سبب دخولي للمحاضره هو الشق الثاني من العنوان، وهو ان اللغه اداه للتفكير. نعم. ولاحظ انه انت ذكرت اكثر من مره ان التفكير سابق على اللغه. نعم. وفي ظني ان التفكير هو يحدث اساسا من خلال اللغه. كون اللغة أداة للتفكير، هذا هو المعني، هو المقصود بهذه الجزء من العنوان، أن اللغة أداة للتفكير أساسا وليست مجرد وعاء للفكر أو أن الفكر سابق عليها. فكان كنت أتمنى أنه تجلي هذه النقطة، لأنه كما ذكر أحد الأساتذة قبل قليل أنه حدث فيها جدل كبير جدا قديما، ولكن قصر اللغة على أنها وسيلة تخاطب أو فقط أنها وعاء للفكر يبدو لي أنه يعني ابتسار لدور اللغة. اللغة يبدو أنها أكبر من ذلك، يعني اللغة هي أداة للتفكير وهي يعني متشابكة مع الفكر. يعني الفكر لا يحدث بفضاء عدمي ثم يبحث عن اللغة، اللغة يفكر من خلالها. فكان ودي لو أشرتم جزاكم الله خير إلى هذه النقطة، وهل ما أقوله يعني دقيق أو أن يعني جانبت الصواب في. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا أستاذنا. نأخذ مداخلة من الأستاذ خالد العتيبي، تفضل أستاذ. حياكم الله جميعا، شكرا للدكتور عبد الله الخضير على ما اسحفنا فيه في هذا اليوم من المعرفه والعلم الندي حقيقه بالادب، وشكرا لمجمع اللغه العربيه على هذه المحاضره القيمه. انا حقيقه استفسر عن الذهنيه واثاره التفكير من خلال اللغه، واستفسر من الدكتور عبد الله ما المحفزات التي تنشط التفكير من خلال اللغة كتربويين في الميدان التعليمي أو كأولياء أمور للطلاب والطالبات؟ ما الذي يفترض أن يقوم به ولي الأمر أو الأم أو المعلم في دعم هذه اللغة حتى تكون وتنبت تفكيرا متحفزا؟ والعكس كذلك صحيح، المشكلات التي تحد من هذه الذهنية التفكيرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فتح مجال التأويلات، ذكر الدكتور عبد الله ودي أيضا يعني يسهب فيها قليلا. قد توجد لنا إشكالات كبيرة في الفهم غير المقصود، أو تأويلات تقود إلى جوانب خطيرة أو منزلقات خطيرة، خاصة في وجود الثوابت الشرعية، لأنه أنت إذا بتطبق على الجانب الشعري وأوجدت هذه المدرسة الواضحة في تأويلاتها، قد لن تستطيع أن تضبطها في الجانب الشرعي في القرآن الكريم والسنة النبوية. ستكون هناك مجالات مفتوحة، والحدود أيضا إذا التزم فيها صاحب المبدأ وصاحب النية السليمة قد لا تكون كذلك عند الآخرين، أو حسب حدود المعرفة مثل ما ذكر الدكتور عبد الله، وهي سلطان في التأويل، سلطان قوي جدا. وهذه أيضا نظرية تحتاج لمزيد من الحذر من خلالها. أكبر الدليل على ذلك ما ذكره المتنبي في قوله لما ذكر أن من الأجفون عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصم ويقول البيت والآخرون يؤولون ويفسرون ما جاز لهم وحسب ثقافاتهم أو حسب مواقفهم أو حسب ما يدور في المجتمع من تأثيرات لغوية. شكرا لك دكتور عبد الله، أنا سعيد جدا بهذه المحاضرة القيمة، أثريتنا كثيرا، ونعجز عن شكركم، وشكرا لجميع المداخلين الذين أثرونا أيضا بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أستاذ خالد.
نختم بسؤال أخير من دردشاء أو الشات من الأستاذة مها، تسأل فيه: من خلال بحثكم ومساعدة الدكتور، ما أهم المرتكزات لفهم السياق؟ ولكم الوقت دكتور للإجابة. طبعا أشكر الحقيقة الجميع في هذه المداخلات. دكتورة بثينة تقول: كيف السبيل لتعليم اللغة الإدراكية لغير الناطقين؟ طبعا غير الناطق هو يحتاج في البداية إلى أساسيات ومبادئ، لغة جديدة عليه، يحتاج إلى تعايش، إلى فهم أكبر للكلمات، فهم أكبر للحروف، للتواصل، لأنه غير ناطق باللغة الثانية. فيحتاج طبعا اللغة الإدراكية هي معروفة أنها جانب ذهني، جانب فيما حوله. وجهة نظر شخصية يعني هو أن الربط دائما لما يربط هذا الجانب بالذهن، يعني يقول الله عز وجل: لا نذهب بعيدا، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، كلها مرتبطة بالفكر والعقل. فبالإمكان أن طريق الوحيد هو الربط ما بين هذه الحروف، ما بين هذه الأصوات، ما بين هذه الكلمات بجانب ذهني وتفكيري. أحيانا البعض يقرب جانب معين بمثال آخر حتى لا ينساه مثلا. فأعتقد أن هذه يعني ممكن أن تكون في طريقة لتعليم اللغة الإدراكية الذهنية لغير الناطقين. الحقيقة الدكتور خالد أضاف، دكتور خالد المليهد أضاف نقطة مهمة جدا. فعلا أنا وجدت أن في جدلية، يعني في كتاب اسمه جدلية اللغة والفكر، لأعتقد لمحمد محمود، هو بين يدي له جدلية، وأنا خرجت الحقيقة من هذه الجدلية دكتور خالد، وأشكرك على هذه الإضافة. وبالعكس رأيك محل اعتزاز وافتخار، ومداخلتك ستجعل يعني ستجعلني أكثر بحثا في هذه الجزئية، لأن يعني أنت اللغة لديك، إذا الأصل اللغة، الأصل هي اللغة، اللغة لديك، فأنت تفكر من خلال اللغة. أنا أتفق معك في هذا، وأنا قلت بأن التفكير يسبق اللغة فيما سينتج. يعني أنا يعني لا أستطيع، أنا مثلا أريد أن أكتب نصا، فالتفكير سيأتيني ثم أكتب. التفكير كل ما لدي، من كما قال طه حسين، كل ما لديك، كل ما حواليك، كل حاجياتك، الكون، الحياة، الإنسان، يأتي إليك ثم أنت تسطره في نص أدبي أو في جانب. ففعلا يعني دكتور خالد أنا أتفق معك في أنها تحتاج إلى بحث مفصل في هذا. نحن نفكر من خلال اللغة، هذا مؤكد جدا، ولعلي الدكتور خالد العتيبي يمكن يكون معنا في هذه الجزئية حينما سأل عنها. دكتور الأستاذ خالد الحليبي، دكتور خالد الحقيقة يعني أهلا وسهلا بك وبقية المداخلين. يعني هناك جوانب، أنا دعنا نقول بأن جميع المناهج النقدية الحديثة الغربية ناشئة من علماء لهم علاقة بالرياضيات والحساب والفلسفة. يعني ليس هو عالم لغوي، ولكن ينطلق من معادلات رياضية. أغلب الأسماء التي أنا ذكرتها هو عالم، لكن تجده في الفلسفة وتجده في إذن المسألة متعلقة بالجانب الرياضي الحسابي، اللي فعلا هي معتمدة على جوانب معينة في الذهن في الإدراك. المحفزات كثيرة، أولها القراءة. دكتور خالد، إذا يعني إذا أنت أردت أن تكون معي في هذا الإطار، القراءة من البداية، القراءة تنمي لدى الإنسان كثير من المهارات، ومنها مهارة التفكير. بمعنى أنه أحيانا إذا قرأ، أنا أتحدث عن القراءة بحكم أن المكتبات موجودة والكتاب موجود، إذا قرأ معلومة هو سيفكر. لا أريد الحقيقة دكتور خالد، أستاذ خالد، أن آتي بمثال نوعا ما يكون فيها يعني إشكال، ولكن هناك قراءة جعلت يعني جعلت القارئ
يفكر لماذا نحن يعني عفوا اسمحوا لي يعني أنا لا أريد أن أدخل والله في هذه الإشكاليات، ولكن فيها نوع من التفكير، يعني يفكر لماذا مثلا الرجل يكون أو الأنثى نصف حظ للذكر مثل حظ الأنثى مثلا. المشكلة في الثوابت اللي أنت ذكرتها، قضية مجال التأويل، لا 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 لا، نخرج من هذا، القرآن والسنة نخرج عن إطار التأويل الذي قد يوقع بنا إلى مهالك. كما ذكرت لكم أن في أثناء تحليلي لرسالة الدكتوراه وصلت إلى نتائج قد أنها تصل إلى مرحلة أني أخرج الشاعر من ملة إلى ملة بسبب المضمر، هو لم يذكر ولكن المضمر. فهناك محفزات، أولها القراءة، التواصل مع الكبار، التواصل مع طبعا أتكلم عن ذلك من خلال الوسط الاجتماعي، كذلك يعني الأشياء التي تنشط الذهن، حتى العمليات الحسابية والرياضية ومسألة التفكير. والله يا أستاذ خالد أقولها لك ولجميع من هم معي الآن، لن يكون هناك أكبر منشط للذهن إلا القرآن الكريم، لن يكون هناك منشط للذهن إلا القرآن الكريم والتفكير والوصول إلى مراتب عليا. ولذلك من يحفظ القرآن ومن يركز على قراءة القرآن ويفهمه وتفسيره وما فيه من دلائل، أعتقد أنه سيصل إلى نتائج في الفكر أكثر من أي إنسان آخر. فالتربية الأولى والنشأة الأولى كما قال أحدهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فأعتقد أن هذه من أبرز المحفزة، ما عوده أبوه وعودته أمه كذلك. أنا أقول يعني لا يعني نبخس حق الأم ودورها في حق الأم ودورها في التعليم والدراسة. طيب هذا تقريبا دكتور خالد فتح مجال التأويلات. أنا أقول يعني شيء في القرآن والسنة، ولا يجب أننا نخرج من التأويل لأنه يدخلنا في أشياء، ولكن النص البشري يعني هذا نص مقدس، يعني القرآن نص مقدس، ولكن أن يصل التأويل إلى ما يدعم ويقوي هذا جميل، ولكن أنه يخالف هذه مصيبة. صاحب التأويل يجب أن يكون يعني أن يحذر. فمجال التأويل الدكتورة مها، المرتكزات في فهم السياق، أعتقد يا دكتورة مها بأن جانب السياق أنا تحدثت أنه لا يوجد خطاب بدون سياق. السياق ما المقصود به؟ هناك علامات، هذه العلامات ومؤشرات تكشف عن هذا الخطاب، وأنا ذكرت يعني نماذج من النماذج التي ذكرتها كلها قائمة على السياق. فقلت عن سياق الموقف، وقلت كذلك عن السياق العام للناس، وهناك وعلى فكرة هناك سياق داخلي وهو المفردة، الكلمة، الحرف، النص، وهناك سياق خارجي وهو ما يتعلق بالأيديولوجيات. السياق الخارجي الظروف التي تحيط بالكاتب أو تحيط بالمبدع أو المؤلف، هذا كذلك مهم جدا. فأعتقد أن يعني من أهمها يعني أن يفهم السياق الإطار الواحد. أعطيك مثال، أستاذنا الدكتور عامر له كتاب أخرج السيميائية، سيميائية الماء في معلقة امرئ القيس، سيميائية الماء فقط. هذه ناتجة من أين استخرجها أستاذنا الدكتور؟ استخرجها من واقع السياق الموجود داخل النص. لا نستطيع أن نحلل إلا بوجود سياق يخدم الفكرة التي أنا بالنسبة لي كمؤول وتخدم المتكلم أو المرسل. فسميائية الماء نتجت من الدموع، نتجت من المطر، نتجت من يعني النهر، نتجت من البحر، نتجت وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي بكر، إلى غيرها من طبعا هي قصيدة لعلها قصيدة أخرى. إذن السياق هو الذي يكشف، هناك إشارات ودلائل وعلامات تكشف لنا المقصود
من هذا النص. تفضل أستاذ. نعم. شكرا لكم يا دكتور على ما أثريتمونا وأمتعتمونا بهذه المحاضرة. وبعد هذه الجولة من محاضرنا ومن المتداخلين لا نملك إلا أن نقدم لمحاضرنا سعادة الدكتور الشكر الجزيل على إثرائنا وإفادتنا وإمتاعنا. وكما ننوه إلى أن من الإنتاج الأدبي لمحاضرنا الكريم على مستوى الشعر ديوان هذا قدري، وديوان وجع بامتداد دمي، وديوان مرايا من روحي، وعدة دواوين في الحقيقة. وعلى مستوى النثر أيضا في أدب الرحلة غربة بطعم كارتالا، وفي الصحافة عاشوا في ذاكرتي، وفي القصة إغواء يرسم ظله أو ظلة، وفي التراث المكتبة القطرية. وهناك يعني في سيرة الدكتور مواضيع كثيرة جدا حافلة السيرة، والله يحفظكم ويرعاكم يا دكتور. الله يسعدك. الله يبارك فيك. شكرا جميعا. الله يحفظك ويبارك فيك. كما نقدم الشكر الجزيل لجميع الحضور على متابعتهم ومشاركتهم، والمعذرة لمن لم يشارك لضيق الوقت. وأيضا الشكر موصول لأخي الأستاذ عبد الله والمساعد، ولجميع القائمين بأعمال مجمع اللغة العربية. ونذكركم بتسجيل اللقاء وعرضه في قناة مجمع اللغة العربية في اليوتيوب. وأيضا ألفت أنظار الحضور الكرام إلى الروابط الموجودة في الدردشة، وهي رابط الحصول على شهادة الحضور، ورابط العضويات التابعة للمجمع، ورابط متجر المجمع المعروض فيه إصدارات علمية ثرية. وتجدون رابط به متابعة مجمع اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونلقاكم بإذن الله في لقاء قادم، ونستودع الله الجميع إلى ذلك الحين. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شكرا يا دكتور. الله يحفظك.